والمؤتمر الصحفي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي. السعودية والجمهورية اليمنية أرحب بالأخوة والأخوات الصحفيين، أرحب بالمشاهد الكريم في المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف لهذا اليوم 22/1440 هجري. راح نناقش بعض الأحداث اللي صارت خلال الفترة الحالية والأسبوع الحالي، وتشمل العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، أيضا نتطرق إلى الاختراقات التهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، ونستعرض سويا استهداف القدرات الحوثية بالداخل اليمني ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني. كما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف الأسبوع الماضي، كان هناك جهود من قيادة القوات المشتركة بالعمل مع كافة الجهات الحكومية في المديرية العامة للدفاع المدني وأيضا القيادة العامة لطيران الأمن لمواجهة إعصار لبان واللي ضرب الداخل اليمني وخصوصا محافظة المهرة. استمرت كافة الجهود في عمليات الإنقاذ، الإخلاء، العمليات المراكز الإيواء، وأيضا تقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة. كما تشاهدون أمامكم بعض الجهود الإنسانية من خلال الجهات الحكومية المعنية بالتخفيف من آثار الإعصار لبان. أيضا تشاهدون بعض جهود قيادة القوات المشتركة في هذا الجانب في توزيع الإغاثة، في توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين في المهرة، وكما ذكرت شملت مراكز الإيواء، الإخلاء الطبي، وأيضا وضع أماكن آمنة للمتضررين. قام دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بتفقد محافظة المهرة مع المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف. اطلع معالي على الجهود التي قدمتها قيادة القوات المشتركة للتخفيف من آثار الإعصار لبان في محافظة المهرة. أيضا أعلن الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأسبوع الحالي تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم منحة مالية مقدار 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن. الدعم السعودي الإماراتي يدعم تقريبا أكثر من 135 ألف من الكوادر التعليمية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين. المبلغ مناصفة بين المملكة العربية السعودية والإمارات. أيضا يتم توزيع هذه المنحة للمعلمين والمعلمات من خلال التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف. تشاهدون بعض الجهود التي قدمتها قيادة القوات المشتركة في هذا الجانب. أيضا خلال الفترة الماضية كان هناك عمل مستمر لفتح المدارس في المناطق اليمنية بالداخل، شملت مبادرة تعليمي والتي تم تقديم العديد من الكتب المدرسية وأيضا الاستعدادات المدرسية للطلبة اليمنيين بالداخل. تشاهدون بعض الجهود التي قدمتها قيادة القوات المشتركة في هذا الجانب. سيستمر بإذن الله تعالى تقديم الدعم للطلبة اليمنيين في الداخل اليمني سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.
الميليشيات الحوثية وبما لا يدع مجالا للشك قامت بأكبر انتهاك للطفولة وحقوق الطفولة بأن أخذت الأطفال إلى ميادين المعركة. هناك تقارير رسمية تتحدث عن أكثر من 4 ملايين و500 ألف من مقاعد الدراسة، وأيضا قامت بتجنيد أكثر من 23 ألف من الأطفال إلى ميادين القتال. أيضا قامت بتغيير المناهج المدرسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الشرعية. تشاهدون أيضا بعض ما قامت به الميليشيات الحوثية لمحاربة هذا التعليم وتجنيد الأطفال وأخذهم إلى معارك القتال. تستمر بإذن الله تعالى جهود التحالف في هذا الجانب وتقديم المساعدة كما ذكرنا، وأيضا امتدادا للمساعدات الإنسانية من خلال العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والتي لا تزال منافذ اليمن بعدد 22 منفذ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية البرية البحرية الجوية. أيضا في عدد التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة، كما تشاهدون أمامكم أعداد التصاريح لكافة المنافذ البرية. أيضا أوامر عدم الاستهداف للمنظمات العاملة بالداخل اليمني والتي بلغت 15523 تصريح. مجموعة التصاريح الكلي منذ بداية العمليات العسكرية وحتى الآن 33339 تصريح. التصاريح المقدمة من قيادة القوات المشتركة للسفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة، تشاهدون أمامكم عدد 9 تصاريح تحمل القمح السائب وأيضا الذرة وكذلك الأدوات الطبية المكملات الغذائية وأيضا القمح والمشتقات النفطية. وتستمر قيادة القوات في منح كافة التصاريح للسفن المتوجهة إلى كافة الموانئ اليمنية. التصاريح الجوية لعدد 7 مطارات، عدد الرحلات خلال الفترة 113، عدد الركاب 5190 راكب.